النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك صفوة الإسلامي. LG. المناصير للزيوت والمحروقات. العملاق، مش كل من نظف عملاق. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده. المركزية، وكلاء تويوتا ولكزس. سبوي. شيفت، حوالات مالية فورية. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم. استقرت وما زالت الأجواء مستقرة في أغلب مناطق المملكة مع نشاط لافت في سرعة الرياح، لكن ما زالت درجات الحرارة دون المعدلات المعتادة لمثل هذا الوقت من العام، ويتحول الطقس ليلا في العديد من المناطق ليصبح بارد نسبي. وأعلم أن هناك العديد من الاستفسارات قد وصلت لدينا عن استمرارية استخدام وسائل التدفئة بالرغم من دخولنا في شهر أيار. سنشرح الآن ما هي توقعات الجوية المتوقعة خلال الأيام القادمة. نبدأ هذه النشرة بخرائط لما يسمى درجات الحرارة في طبقات الجو العليا، والتي تشير إلى أمر هام خلال الأيام القادمة. الأحد والاثنين هناك أجواء ستكون دافئة، تعود درجات الحرارة لتلامس معدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت العام، وبالتالي يكون الطقس ربيعي دافئ، لكن تنشط الرياح المثيرة للموجات الغبارية في جنوب وشرق المملكة بشكل لافت، خاصة يوم الاثنين. ولكن إذا لاحظنا عبر هذه الخرائط يتقدم هناك هواء بارد متواجد فوق شرقي البحر الأبيض المتوسط، يندفع من داخل الأراضي الأوروبية باتجاه المنطقة الشرقية كما تلاحظون البحر الأبيض المتوسط. هذه الألوان تشير إلى وجود كتلة هوائية باردة، غير معتاد أن تصل هذه الكتلة الهوائية والكتل الهوائية الباردة إلى هذه المناطق في شهر 5، في شهر أيار مايو، حيث تصبح الكتل بعيدة عن المملكة بعد ويحل محل الكتل الساخنة. ولكن اندفاع هذه الكتل الهوائية الباردة يعتبر أمر غير معتاد، متأخر للغاية في شهر 5، ومن المتوقع أن تصل إلى المناطق الشرقية للبحر المتوسط يوم الثلاثاء كما تلاحظون. دخول هذه الكتلة بهذا الشكل سيعمل على تأثر المملكة بمنخفض جوي سيتم تصنيفه خلال 24 ساعة القادمة بحسب ما تشير إليه آخر القراءات، ولكن يتوقع أن يدخل إلى داخل المناطق الشرقية للبحر المتوسط، وتسيطر هذه الكتلة الهوائية الباردة على المنطقة يومي الثلاثاء والأربعاء، جالبة معها أجواء أقرب منها إلى الشتاء منها إلى فصل الربيع، رغم أننا على أعتاب فصل الصيف. ومن المتوقع أن تجلب معها أمطار رعدية وانخفاض كبير على درجات الحرارة. فيما إذا نظرنا إلى خرائط الضغط الجوي، فكما نلاحظ هذا منخفض جوي متمركز وهو امتداد نوعا ما لما يسمى بمنخفض البحر الأحمر يوم الأحد. يتعمق هذا المنخفض الجوي كاستجابة لتقدم هذه الكتلة الهوائية الباردة باتجاه المملكة كما تلاحظون، وهذا الأمر سامع لحدوث حالة قوية من عدم الاستقرار الجوي في مقدمة تأثير هذا المنخفض الجوي. هناك جبهة هوائية باردة مرافقة لهذا المنخفض، يتوقع أن تعبر المنطقة اعتبارا من ساعات مساء يوم الثلاثاء، جالبة معها أمطار رعدية. لكن إذا عدنا للأحوال الجوية المتوقعة خلال 48 ساعة القادمة، ونبدأها بالأحوال الجوية في هذه الليلة في وقت السحور، يتوقع أن يكون الطقس صافي بوجه عام. درجة الحرارة الصغرى 13 درجة مئوية، ما زالت الأجواء باردة نسبيا في ساعات الليل، وغير مناسبة لمن يريد الجلوس في شرفات المنزل في الخارج أو أن يتناول طعام السحور في الخارج في شرفات منزل، ما زالت الطقس بارد نسبي. درجة الحرارة تقريبا 13 درجة مئوية، وبالتالي تكون أقل من ذلك فوق المرتفعات الجبلية بمشيئة تعالى، في حين يكون الطقس معتدل في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة. غدا نهارا يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، يكون الطقس غدا ربيعي دافئ في أغلب المناطق، ما أن الحرارة في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة تلامس غدا درجات الحرارة معدلاتها المعتادة، بعدما يعني كنا في فترة طويلة نسبيا من وجودنا في درجات حرارة دون المعدلات بشكل لافت. تعرف على الطقس غدا في ساعات الإفطار، درجة حرارة 19 درجة مئوية مع ساعة الإفطار مع أجواء غالبا صافية،
يعني لمن يريد الجلوس في الخارج وتناول طعام الإفطار في شرفات المنزل، غدا الطقس مقبول، لكن ربما تكون هناك بعض النسمات الباردة مع دخولنا في أول ساعات الليل بمشيئة الله تعالى. تعرف على الأحوال الجوية المتوقعة في المملكة بالتفصيل في محافظات المملكة، نبدأها في المناطق الشمالية. في إربد من 24 إلى 12 درجة مئوية، غدا جرش 23 إلى 12، عجلون 22 إلى 11، وفي المفرق بين 26 إلى 13 درجة مئوية. أجواء ربيعية دافئة كما ترون في معظم المناطق بمشيئة الله تعالى. المناطق الوسطى من المملكة، في العاصمة من 23 إلى 13، في الصرف من 25 إلى 14، في مأدبة من 26 إلى 13 درجة مئوية، في البحر الميت من 32 إلى 18، أما في الزرقاء من 26 إلى 14 درجة مئوية. المناطق الجنوبية من المملكة، اللافت هي منطقة معان والجفر وعموم المناطق الجنوبية الشرقية، يتوقع أن تنشط بها سرعة الرياح المثيرة للغبار والمسببة لموجات الموجات الغبارية. تكون درجة الحرارة في معان من 28 إلى 16، في الكرك من 23 إلى 13، في الطفيلة من 25 إلى 14، أما في جبال الشراء أيضا من 25 إلى 14، في حين تكون في خليج العقبة من 34 درجة مئوية، والطقس حار في ساعات النهار، تنخفض إلى 23 درجة مئوية. مع الانتباه بأن هناك غدا وخاصة يوم الاثنين نشاط في سرعة الرياح الجنوبية في خليج العقبة التي قد تزيد من ارتفاع الأمواج في تلك المناطق. المناطق الشرقية تتحول الأجواء مغبرة بعض الشيء في ساعات المساء بسبب نشاط الرياح، وتكون في الوجه من 30 إلى 16، أما في الصفاوي من 30 إلى 15، وفي الأزرق من 32 إلى 16 درجة مئوية. نتعرف على الأحوال الجوية المتوقعة خلال الثلاثة أيام القادمة. إذن غدا كما ذكرنا أجواء ربيعية دافئة من 23 إلى 13، ارتفاع قليل آخر متوقع على الأجواء والحرارة يوم الاثنين من 24 إلى 14، أجواء ربيعية دافئة في مختلف مناطق المملكة. أما يوم الثلاثاء فيتوقع أن تأثر المملكة بمنخفض جوي كما ذكرنا، سيعمل على حدوث أحوال جوية غير مستقرة، تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية اعتبارا من ساعات بعد الظهر. تكون درجة الحرارة في ساعات النهار 21 درجة مئوية، في حين تنخفض إلى 11 درجة مئوية مع أجواء باردة وغالبا غائمة مع هطول الأمطار على فترات. يمكنكم التعرف على أحوال الطقس لأيام الأربعاء والخميس والجمعة بقية هذا الأسبوع من خلال النشرة الجوية الأسبوعية في فيديو آخر الذي سنتحدث به عن تفصيل الأحوال الجوية المتوقعة خلال هذا الأسبوع. قبل الختام أود أن أذكركم بتحميل تطبيق طقس العرب أو متابعة موقعنا الإلكتروني أو منصاتنا على التواصل الاجتماعي ليصلكم كل ما هو جديد بشأن الأحوال الجوية. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.